هذول الراحة تبيع حلاوي حيخون أنا مش ما تسوي في البيت الرضيع عن الحي شأن محل قرب خطي على الحي ولا صدام شأن كتبت وكتبت واحدة لنفسي هم ذكرني كتبت واحدة لنفسي الله شاه قلت له وحقه ذكر قيوم والحاي النوع ما سمعت للأرض والحاي علي أنك محاي الأهل والحي مخيط الحي يرد الحي لي هاي الغير هاي وكتبت على نفسي قلت أنا ما عندي أصل حوالي قلت كل لحظة ذكر للدار تنعاد والله صدق يعني كل لحظة ذكر للدار كل لحظة ذكر للدار تنعاد علي رسالتي بعشرين كل سنة عشرين سنة علي رسالتي بعشرين تنعاد يا حاج الظعن هذا الأمر يا حاج الظعن هذا الأمر تنعاد أشوف ديارنا قبل يقول يا حاج الظعن الأمر يعني اللي قاعد يسب الأمر خلصة تاني شوي أشوف ديارنا قبل ما أموت يا حاج الظعن هذا الأمر أنا لا أنا إما أحكي لي حاج الظعن الأمر إنه يمشي أجيب لي حاج الظعن الأمر تاني حاج أشوف ديارنا قبل مني لا يبطل عمرك زي شفت الله والله نعم كل لحظة ذكر للدار تنعى علي رسمتي بعشرين تنعى لحالي ضعن هذا الأمر تنعى لشوف ديارنا قبل مني شفنا الحمد لله الحق هذاك واحد يقول أنا قلت اللي فطارش حبيبي وقلت هليت هليت وتسواجي من دموع العين هليت عسل شهر فراق وملا كان هليت مثل عاشوك اليوم بعزية بعزية.